الحراك السياسي وفيها نطالع المالية، سنعالج فروقة المرتبات بضريبة تصاعدية. وصفت مدير عام إدارة الموازنة بوزارة المالية ربيعة إبراهيم بخيت موقف الربع الأول في ميزانية العام 2021 بغير المطمئن. وكشفت ربيعة للحراك عن عجز كبير في سداد المرتبات، وقالت إن زيادة المرتبات خلقت لهم إشكاليات لافتة إلى إصرار المالية على عدم اللجوء للاستدانة، وتابعت أنهم يعملون على تزيد المرتبات من خلال إعادة تدوير ما هو متوفر لديهم من سيولة. وأعلنت عن اتخاذ إجراءات جديدة لمعالجة فروقات المرتبات تتمثل في وضع ضريبة تصاعدية على دخل الفرد وتمديد فترة خدمة العاملين الذين وصلوا سن المعاش إلى 5 سنوات. يعني زيادة الأجور، هذا الموضوع القديم الجديد ومشكلة حقيقية في الإيرادات بحسب الخبر. كيف اتخذت المالية هذا القرار في ذلك الوقت وهذا التأثير الآن وجرى عليه؟ أبلغ عبارة قالتها الأستاذ ربيعة بأنه الوضع ده غير مطمئن، ولكن أنا أستطيع أن أقول الوضع ده مخيف لدرجة كبيرة جدا، لأنه القرار بتاع زيادة المرتبات ما كان مدروس وتسبب في إشكاليات عديدة من بين الكلام اللي أنت ذكرته، وأيضا فرتقت الميزانية بتاعت 2020 مرة ثانية، وكذلك الميزانية الجديدة بتاعت 2021 صاحبتها وتواجهها مهددات كبيرة جدا. مثلا جائحة كورونا تسببت في أن الإيرادات تراجعت بنسبة 46% العام الماضي. صحيح. وما زالت الآن الليلة في خبر كبير جدا أنه في حالات عديدة للكورونا في الخرطوم، أعلنت وزارة الصحة، يعني ما زال تحدي كورونا موجود. أيضا ارتفاع الأسعار، يعني إذا كان العام الماضي الشوال الخيش أو الشوال الفارق للموسم الفات في حصاد الموسم الشتوي كان بستين جنيه، الآن الأسبوع الفات تم تدشين حصاد محصول القمح في القسم الشمالي في مشروع الجزيرة والمناجل. أنا سألت عدد من المزارعين، سعر الجوال الفارغ بحوالي 750 جنيه. إذن النسبة بتاعت الشوال، سعر الشوال الفارغ زاد أضعاف مضاعفة. فلذلك ارتفاع الأسعار وجائحة كورونا مع المرتبات اللي وضعت بدون دراسة، دي كلها إشكالات حتواجه الميزانية بتاعت 2021. طيب، يعني في الخبر تم ذكر الضريبة التصاعدية، يعني هذا ربما مصطلح اقتصادي، ولكن كانت لديك معلومة ماذا يعني هذا المصطلح أو الضريبة الاقتصادية، ما المقصود به؟ هل تمديد سن المعاش أيضا كذلك يسهم في تخفيف العبء على العاملين وهذه المشاكل والعقبات؟ هي دي محاولات لتخفيف من المشكلة دي، وهي مشكلة كبيرة، لكن ده ما بحلها. هذه الخطوات مع دعمنا وما دارين نكون متشائمين، لكن ده ما بحلها. اللي بحل هو الانتاج ودعم المنتجين. الآن عدد من المزارعين بيخش السجون لأنهم شالوا تمويل وما قدرت الانتاجية حقتهم تفي بالدين اللي هم شالوا ده. فلذلك المطلوب أنه مع الموسم الصيفي الجاي ده اللي هو حيبدأ عملياته شهر 4 الجاي و5، تقوم وزارة الري ووزارة الزراعة والوزارات ذات الصلة وزارة المالية بالإعداد المبكر جدا لعمليات تطهير الغنوات بتاعت الري والترع وغيرها وأنظمة الري ذاتها والكباري من وقت مبكر، عشان ما نبقى زي الموسم الفات. نحن لما الموسم بدأ حتى بعد ذاك الناس عملت تدخلات، دي فرصة لمعالجة الأخطاء المتكررة في العام الماضي. أيضا نستفيد من القرار الخاص برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وده نكون جاهزين بقوانين بمشروعات جاهزة، ونستفيد أيضا من الزيارات الكبيرة جدا لوفد رفيع المستوى تمثل في وزير الخزانة الأمريكي. يعني نازل جونا مشوا علينا نحن خطوتين، مفروض نحن نمشي تجاههم 5 خطوات، نجهز مشروعات احتياجاتنا ومشاريعنا بشكل سريع جدا. يعني بدل ما نحن نشتغل في الشغل بتاع زي ما بقول المثل في الدقيقة في الساعة 25، نحن حاجاتنا المفروض تكون كلها جاهزة. يعني زي القرار الكبير بتاع الدولار الجمركي، بعد شهر من نحن عملنا التوحيد سعر الصرف حتى يا داب رجعنا بعد شهر كامل حتى رجعنا دارين نعمل
هذا القرار. فلذلك نحن محتاجين نغير، محتاجين لجكة جكة شوية كده نغير بيها البطء اللي بيقوم به الجهاز التنفيذي ده.